الحان يا زين. اهلا يا استاذ زين، اكيد صاحبك كلمك وقال لك انا قفشته فين. قفشك فين يا ابني؟ في الارشيف والله العظيم. ما عادي يعني في الارشيف. بعدين برضو قال لي انك ما بلغتش البوليس. عايز كام؟ انا ما طلبتش حاجه. حلو حلو، عشان لو رفعت عليه قضيه ابتزاز يقول انا ما طلبتش فلوس. ذكي. انا بقالي 10 سنين شغال في مكتب محاماه، ولقطت لي كام حاجه كده وتعلمتهم. طب والقط دي؟ لما تيجي تلعب مع حد لازم تعرف انت بتلعب مع مين. انا مثلا عرفت انك يوسف وائل سيدي، 42 سنه، 33 الكتكات، مطلق، ومراتك رافعه عليك قضيه نفى وانت مش حاططها في المحاكم. وانا كل فتره باخد قضيه من غير ما اخد عليها تعب، وحقيقي صعبان عليا المدام. فانا رايي تديها النفقه اللي جوه الظرف ده او لا. بس لو قابلتك تاني هدفعك اضعاف اضعاف النفقه اللي جوه الكواب ده بتاع المدام بتاع الباب.